اللي مسؤوله عن this huge dilatation, this huge impairment of the function ولا لا. فبتلجأ انك تبعت العيان to some study. اوكي, يبقى دول المين كاتيجوري, low to intermediate. عيان dilated انت مش عارف, with impaired function انت مش عارف ده dilated cardiomyopathy ولا ischemic cardiomyopathy, مفيش حاجه evidence في ايدك, مفيش كيو ويف مثلا في الاي سي جي, مفيش سيجمنتال والموشن واضحه في الايكو, وفي impaired function فبتبعته. borderline lesions, العيانين اللي عملتهم ريفاسك whatever total او sub total والعيان بيشتكي لك تك 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 فانت بعته, اللي هما بنسميهم equivocal stress test, وعيانين left bundle, دول البروتوكول بتاعهم stress rest imaging. طيب في جروب كده طالع لنا جديد, بس العيانين اللي بيعمل بياخدوا الانتي فايرال بتاع الهيباتيتس سي, هما بيدعوا ان في بعض البراندز الجديده من الانتي فايرال بتعمل impairment of the function او بتعمل نوع من الاسكيميا. احنا لسه مش عارفين وهما مش عارفين, لكن الحقيقه احنا ما واجهناش حاجه زي كده. يعني احنا العيانين المجموعه اللي احنا عملناها ما لقيناش عندهم evidence of اسكيميا جامده. ساعات بنلاقي مايوباثي, بس ممكن ده يكون للكرونيك ليفر افكشن او كرونيك ديزيز الاوريجينال بتاعه. ليه احنا محدش عارف, لكن مفيش لسه ايفيدنس ان الدراجز الجديده اللي بتتاخد دي ليها افكت على الكورونري بلاد سبلاي. اوكي, فانا ما حطيتهاش, بس هي جروب كده طالع لسه بنشوف حالات قليله جدا منها. البروتوكول الثاني اللي هو الريست ايمج, وده زي ما قلنا الديتكشن اوف فيابيليتي, وزي ما انا قلت لكم في بيبر كده طالعه جديد عظيمه جدا وشغل عظيم, بيقول لك يا جماعه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام مش مظبوط, الفيابيليتي دي از نوت ان ايشو. احنا العيانين المفروض كلهم ما دام عنده لسه الكورونري ارتري ديزيز وعنده لسه مايوكارديوم, يو هاف تو ريفاسكولايز, فما تعملوش فيابيليتي ولا كلام ده. بس احنا في مصر هنا بنخاف ان العيان ما يقومش من على المكنه, وبالتالي انت بتبقى مطمن شويه ان هو لسه عنده فايبل مايوكارديا, بحيث انك انت تقومه من على ترابيزه العمليات. وبالتالي احنا بنعملهم للعيانين قبل ما يعملوا ريفاسكولاريزيشن. ولو انت عايز تعمل ريسك ستراتيفيكيشن, عيان جاله مايوكارديال انفاركشن وانت عايز تشوف والله العيان ده اخرجه كده واعمل له الكتف بعد كده ولا اعمل ايه, والاجكشن فراكشن بتاعه وقع, فانت عايز تطمن ان العيان ده هيستفيد لو انا عملت له بعد كده اي مانوفر, فانت ساعات بتبعته. فالايشو بتاع الفيابيليتي مينلي بيفور ريفاسكولاريزيشن. اوكي, لا ده في شغل كده طالع بس كل الناس بتهاجمه. يعني هو بيبر كده شهيره جدا وعنوانها is viability still viable. هم رايهم مش هتفرق كتير, ادخل وريفاسك. هم رايهم كده, رايهم ان احنا استخدمنا موداليتيز كتيره جدا للفيابيليتي وقارنا بينهم, فاحنا الشغل اللي احنا عملناه ده وبنقول ان الفايبل مايوكارديوم ده مهم جدا, لا الكلام ده مش مهم, واحنا لازم تاني نرجع نعيد الفكره دي. بس دي البيبر دي اتهاجمت بشكل عنيف جدا, وطلعوا ديفكتس كتيره في البيشنت اند ميثودز بتاعتهم, وبالتالي اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي هو القديم, ان احنا العيان قبل ما بيدخل وعنده impaired function انت بتحب تطمن ان هو عنده ستيل فايبل مايوكارديوم, العيان ده هيتحسن. اوكي, نعم, هي اسمها كده is viability still viable. انا كنت حضرت عليها محاضره في مؤتمر ما, ممكن ابقى لو اديتني الايميل ابعتها لك. هي شغل اخدوا مالتي سنتر واخدوا عدد كبير قوي من العيانين وعملوا حاجه زي ميتا اناليسيس كده, وقالوا لك كل الاستاديز اللي انتوا عملتوها دي انتوا استخدمتوا موداليتيز وبتقارنوا مختلفه وبتقارنوا بينها وبتقولوا ان الفيابيليتي دي مهمه. نو ات از نوت ان ايشو, بس زي ما بقول لكم it is لسه ما دخلتش حتى في الجايد لاينز, ما حدش احترمها, كل الناس هجمتها جدا لان الجراح خايف انه يدخل يفتح عيان وعيان ما هيمسك في رقبته بعد كده او مش هيقوم خالص من على الترابيزه. وبالتالي for the sake of the patient it's better to order viability before revascularization. اوكي, في حاجات كده بتطلع غريبه بس ايه
لازم نقول عليها. طيب الريبورتس احنا قلنا لما هنشوف دلوقتي اي صوره لازم ياخد الاول في عيننا الاول هيخطف بصرنا هل في وجود perfusion defect ولا لا. اولا انت بتقارن المريض بنفسه، انت بتقارن 17 سيجمنت ببعضهم، بتشوف الحتت اللي واخده والحتت اللي مش واخده. الحتت اللي مش واخده ده perfusion defect، لو اختفى كان موجود في الاستريس واختفى في الريست يبقى ده ريفرس، لو موجود في الاستريس وموجود في الريست لكن قل شويه يبقى ده انفاركشن ومعاه اسكيميا، لو موجود في الاستريس وموجود في الريست وما اختفاش وما قلش يبقى ده انفاركشن وذاوت اسكيميا. خلاص. طيب يبقى وجود البرفيوجن ديفكت نمره واحد فين مكانه؟ انتيريور سيبتال ابيكال انفيريور لاترال، عشان هيقول لك التريتوري سبلاينج ذيس اريا، يبقى لازم تقول مكانه نوعه ثم مكانه. اوكي. طيب طبعا السايز انت هتقول دي سمول مودريت لارج، احنا بنقيسها في بروجرامز في الكمبيوتر بتقيس لك دي قد ايه من المايوكارديوم، بتدي سكور لكل سيجمنت، وكل ما قل الابتيت بتدي له سكور وحش، فانت كل ما العيان السكور بتاعه كبر معناها ان هو البرفيوجن ديفكت ده كبير وما فيهوش ابتيك، يعني ما فيهوش فايبل مايوكارديوم. اوكي. احنا بناخد ال 17 سيجمنت بروتوكول علشان كل النون انفيزيف اتفقوا على كده، الايكو اتفق على كده، الام ار اي دلوقتي واخد ال 17 بروتوكول، 17 سيجمنت بروتوكول علشان نوحد كلنا، ما نتكلم كلنا على انتروسيبتال يبقى احنا كلنا بنتكلم على حاجه واحده، بنتكلم كلنا على لاترال يبقى كلنا بنتكلم على حاجه واحده، على ال دي كلنا بنتكلم على حاجه واحده. اوكي. الحاجه الثانيه التريتوري انت هتقول اكوردنج لنمره واحد، هتقول نمره اثنين، نمره ثلاثه هتبص على حاجه مهمه جدا، left ventricular cavity size during rest and stress. يبقى احنا بنقارن ما بين الريست والستريس في حاجتين، وجود البرفيوجن ديفكت، نمرة اتنين السايز اوف ذا ال في كافيتي. هو طبيعي يحصل ايه؟ في ايه؟ يبقى الستريس اقل من الريست، يبقى انا لو لقيت ريفرسيبيليتي ان انا لقيت ستريس انديوس ال في دايلاتيشن، this is a sign of حاجتين مهمين جدا، يا اما ليفت مين افكشن يا اما ديفيوز سب اندوكارديال اسكيميا، معناها 3 فازل ديزيز، ان كل المايوكارديوم بقى اسكيميك فبقى دايليتد ديورينج الاستريس. اوكي. جميل. يبقى ده دول الحاجات اللي احنا هنحاول نغطيهم في اي صوره هنشوفها. اصحوا اصحوا اصحوا، صباح الخير. اللنج ابتيك اللنج ابتيك احسن في الثاليوم، ما بنعلقش عليه مع التكنيشن، الابتيك بتاعه في التكنيشن مش كويس وبالتالي ما بنعلقش عليه. خلاص. مع غروب شمس الثاليوم غربت شمس اللنج ابتيك، بقت يعني ما هياش حاجه مهمه قوي بقى دلوقتي، الجيتنج وانك تشوف الايجكشن فراكشن الكلام ده يعني بيديك انفورميشن اكتر من اللنج ابتيك. اوكي. الايه؟ لا فين، انا ما جبتش سيره حاجه فيها سكار. سكار ده انت قصدك ان السكار دي معناها there is an infarction. اوكي. طيب احنا بقى هنرجع نبص جوه الانفاركشن ده، لو انا واخد 50% من الابتيك، طب اعرفه ازاي 50%؟ في عندي كده كولر كولم هنشوفه في الصور، لو انا واخد اللون اللي في النص فانا فايبل، يبقى انا مين لي فايبل تيشو اكتر من يعني there is a scar of myocardial infarction لكنها still having viable myocardium. مصطلح سكار ده بقى، ما هو اي انفاركشن تيز سكار، سكار معناها فايبرس تيشو صح؟
يعني الحته دي ماتت وجه مكانها حاجه تانية. جميل. بس انا دلوقتي مبقاش يهمنا كلمه سكار. انا لما اقول لك سكار هتهتم ولا انت تقولي لي يا دكتوره انا العيان ده فايبل ولا نون فايبل؟ يعني ادخل اقسطره واركب له دعامه ولا ما اركبلوش دعامه؟ صح؟ نو. لا لا تعني هذا، لا تعني هذا. سكار معناها الحته دي جالها انفاركشن وتحولت من مايوكارديال سيل الى فايبرس تيشو. هل جوه الفايبرس تيشو ده انف مايوكارديال سيل ولا كلها بقت فايبرس تيشو؟ This is the viability. This is the viability يا بيه. ما تلاقي مايوكارديال سيل عندها سيل ممبرين وعندها ميتوكوندريوم ستيل ليفنج. This is a living myocardium. فيش فايبرس تيشو فيه حاجتين دول. الميتوكوندريا دي اللي بتاخد الابتيك بتاع التكنيشن. لو مفيش ميتوكوندريا مفيش تكنيشن. عشان يدخل جوه السيل لازم يدخل في ليفنج ميتوكوندريا، لازم. اوكي اتفقنا؟ يبقى الحاجات دي اللي هنكتبها في اي صوره هتشوفوها في حياتكم. يا عيب، ازعل منكم، ازعل منكم. انا ما بدرسش اطفال. بسأله دلوقتي، هطلع عينه. هطلع عينه دلوقتي مع ان هو من الناس الشاطرين جدا، بيحب يتعلم. طيب ادي انواع البرفيوجن ديفكت اللي احنا قلناهم، مش هنحتاج ان احنا نعيدهم تاني. ريفرسبل، بارشال ريفرسبل، اور فيكس. اوكي طيب دول ال 17 سيجمنت. دول عاملين عارفين زي كوبايه الاطفال بتاع زمان بتاعت الحضانه، اللي هي كانت تبقى طويله كده وبعدين احنا ندكها من الايبكس تو ذا بيز او من البيز تو ذا ايبكس ونحطها في الشنطه بتاعتنا بقى ونتمنظر قدام اصحابنا، نفتحها بقى ونشرب وبعدين نحطها تاني في الايه في جيب الشنطه. ده اللي هي البولز اي اللي هي على الشمال دي، اللي جوه دي الايبكس، واللي بره ده البيز، واللي في النص ده الايه الميدل او الميدل سيجمنتس. طبعا كل السيجمنتس دي ده انتيريور، ده بيزل انتيريور، ميد انتيريور، ابيكال انتيريور، اند ذيس از ذا ايبكس بروبر او الابيكال كاب. وبعدين عندك الانتروسيبتال، دول ممتلكات ال اي دي. اوكي بعدين يجي لنا اللاترال، بيزل، ميد اند ابيكال، دول ممتلكات السيركمفلكس. بعدين يجي لنا الانفيرير، ابيكال، ميد اند بيزل، دول ممتلكات الار سي اي. ويجي لنا بقى حتتين نتخانق عليهم. ايه بقى؟ الانفرولاترال دول والانفروسيبتال. الانفروسيبتال غالبا بيتبعوا الار سي اي غالبا. طب الانفرولاترال هنتخانق عليه ليه؟ مين اللي دوميننت؟ الار سي اي دوميننت ولا ال سي اكس دوميننت؟ من الملاحظات العظيمه ان 90% مننا عندنا ار سي اي دوميننت، وال سي اكس ده يعني ما بيديش لا البوسترولاترال ولا بيدي البرانش اللي هو البوسترولاترال والتاني البي دي ال. اوكي يبقى اذا لو هي دوميننت هاخد معايا الانفرولاترال ده، الار سي اي اخده. لو ال ال سي اكس دوميننت هياخد معاه. عشان كده ساعات تلاقونا في الريبورت كاتبين ار سي اي اور ال سي اكس، عشان احنا ما بنعرفش اناتومي، احنا بنعرف باثوفيسيولوجي. اوكي طيب ده جزء، ده دول الشورت كاتس او الشورت الشورت كات زي بتاعت بالظبط بتاعت الايكو، اللي هي بنجيب الشورت اكسس ابيكال ميد اند بيزل، وديت الفيرتيكال لونج اكسس، وفي حاجه تانية اسمها الهوريزونتال لونج اكسس. هي عباره انا بقطع المايوكارديوم ازاي. جزء من البرفيوجن ايمج عامل زي السي تي بالظبط، باخد الاكسيز بتاعت الهارت وببتدي اقطع عليها، يا اما اقطع بارلل تو ذا سيبتوم، يا اما اقطع بارلل من الانتيريور للانفيريور فيديني المنظر اللي هو الهوريزونتال لونج اكسس اللي احنا هنشوفه، يا اما اقطع زي دي من السيبتوم تو ذا لاترال يديني المنظر ده، يا اما اقطع من تحت لفوق يديني المنظر الشورت اكسس ده. ادي الابيكال وادي الميد وادي البيزا. بس يعني
مش باين على فين السهم؟ طار. طب اهو كده باين. طيب اهي بصوا ادي ادي الليفت الصوره الايمج دي الليفت دي سهله. نيجي الصوره الرايت الثلاثه دواير دول ابيكال ميد اند بيزل مقطعين المايوكارديوم زي ما يكون ايدي كده بالظبط. ادي الابيكال الميد البيزل بقطعهم بالعرض اوكي. طيب وبرده التريتوريز شكلها ايه؟ كل واحد ماسك ايه؟ لا كده بنرجع. ادي اول صوره دي صوره لعيان حقيقي. سيبيها 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 هي متعوده على كده هي متعوده على كده. ادي صوره لعيان حقيقي اللي فوق دول مكتوب عليهم شورت اكسس ودول احنا مقطعين من تحت لفوق يبقى ده الابيكال كاتس اللي على الشمال اقصى الشمال واللي على اقصى اليمين دي البيزل كاتس واللي في النص دول الميد كاتس. اللي تحتيه الصفين اللي تحتيه هوريزونتال لونج اكسس ودول انا بقطعهم ازاي؟ بقطعهم من قدام لورا انتيريور تو انفيريور يديني ما دام بقطع يبقى الاثنين وولز التانيين هم اللي يبانوا خلاص. يبقى انا لو شايف سته الولاترال يبقى انا بقطع انتيريور وانفيريور خلاص سهله. يبقى انا شايف قدام هنا وانت الماوس بتاعك ليه مش بيبقى اهو طيب الناحيه انت ما عندكش حاجه شاور بيها ايه ايه قولي لي لك وندوس نجيب ليزر بوينتر هنا فيها ليزر بوينتر لا مفيش يا الف بوينتر بوينتر اوبشن بوينتر اوبشن اه بوينتر اوبشن ايوه آه. يا سلام متشكرين مهللين. طيب خلاص كده هنيجي اهو ادي السبتل وادي اللاترال وهتلاقوا احنا مغششينكم في اخر كولم مغششينكم السيجمنتس ادي الانتيريور والسبتل واللاترال والانفيريور في الشورت كات ده الابيكال الميد اند ذا بيزل يبقى ده بيزل انتيريور بيزل سبتل بيزل لاترال بيزل انفيريور. هنيجي لتحتيها الهوريزونتال لونج اكسس انا بقطع التو وولز اللي مش موجودين اللي هم انتيريور تو انفيريور انا شايف ايه؟ شايف سبتل ولاترال وادي الابيكال كاب. هاجي الفيرتيكال لونج اكسس بقطع التو وولز اللي مش موجودين اللي مش موجودين ايه؟ سبتال واللاترال اللي كانوا فوق يبقى انا بقطع من السبتم تو ذا لاترال وول زي ايدي كده بالظبط. ادي السبتم اهي قدامي واللاترال وول ناحيه قبلها صح؟ امنيه امنيه اقطع ناحيتها اتفقنا؟ هيوريني ايه؟ هيوريني انتيريور وول وهيوريني انفيريور وول وهيوريني تاني ابيكال كاب. طيب الكولم من الفوقاني هتلاقوا برضو مغششينكم داتا ست top row is the stress data set بينما ال bottom row is the rest data set. يبقى اللي فوق هو الستريس ده على طول احنا ما بنقولش ما بنغيرش الرو الاولاني ستريس والرو الثاني ريست. طيب نبص كده نشوف بنشوف كل المقاطع هل في فرق بالدواء ده الكالر كولمن اللي احنا بنتكلم عليه في اي لون بقى انا هجيب لكم انا جايبه لكم الوان كتيره عشان واتيفر اللون اللي جاي لكم لا يفرق خلاص. ادي الكالر كولم 50% بتاعتنا يعني نص لو انا اخدت خط في النص ده ال 50% بتاعتنا يبقى اي حته واخده اللون ده هي فايابل اتفقنا؟ اي حته مش واخده واخده اقل من اللون ده ابتدي اتفاهم ده جميل. طيب ايه رايكم في هذا المريض نورمال ايه نورمال سيستميبي اوبتيك لكن هو ممكن ما يبقاش نورمال صح
لان النقطه الثانيه انت ما جاوبتنيش عليها. مش احنا اتفقنا وجود الفيوجن ديفكت الفرق بين الاستريس اند ريست ايمج اكوردنج تو ليفت فينتريكولار كافيتي سايز؟ انت ما علقتليش عليه. هل هو ماشي مع النورمال فعلا ولا مش ماشي مع النورمال؟ كافيتي سايز ان ذا ستريس اقل منه من الريست، صح ولا مش صح؟ موجود ولا مش موجود؟ يبقى العيان ده عنده نورمال بيرفيوجن سكان. طب افترضوا ان انا لقيت كده نورمال ابتيك لكن لقيت الكافيتي في الاستريس اكبر منه في الريست، اقول ايه؟ ها؟ احنا ما نقولهاش كده بقى، احنا بقى نصحين ما بنقولش كده. نقول ايه؟ نقول عندنا نورمال ريديوتريسر ابتيك ان اول سيجمنت لكن عندنا استريس انديوسد اللي في دايلاتيشن دي نوتنج the presence of diffuse subendocardial ischemia يا اما بتاعت ليفت ميل يا اما بتاعت مالتي فيزل افكشن. لا بيحصل مع حاجه واحده احنا عملنا عليها ستادي مع العيانين البيور هايبرتن انكنترولد هايبرتنسيف وتلاقي عندهم المايوكارديوم هنا تخين قوي. بيحصل مع رساله شاذلي احمد الشاذلي عملناها الوحيده الجروب اللي بنقسطرهم وما يطلعش عندهم كورونري ارتري ديزيز العيانين الان كنترولد هايبرتنشن وذ ليفت فينتريكولار هايبرتروفي الماس بتاعتهم كبيره ليفت فينتريكولار ماس كبيره وده نتيجه اللي احنا بنسميه المايكروفاسكولار ديسفانكشن او مايكروفاسكولار افكشن. اوكي لكن اذروايز وجود الاستريس انديوز اللي في دايلاتيشن حتى مع نورمال بيرفيوجن از ا دانجرس ساين. في عيان شهير جدا عنده 70 سنه بس راجل فيري اكتف قسطره مبينه 30% ليفت مين بس 30% والعيان كل مشكلته ان هو عايش في الواحات فكان بيطلع النخله يجيب البلح ما كانش بيحصل له حاجه. اما بدا يطلع النخله يجيب البلح he has some sort of يعني مش هنقول chest pain لكن حاجه مضايقاه مش مخليه يعمل الاكتيفيتي اللي هو متعود عليها على طول. اتقسطر طلع 30% ليفت مين. طب نقسطره نعمل له ولا ما نعملوش ولا بتاع. جرينا العيان 10 دقائق على التريدميل نو chest pain ولكن في ST segment depression وطلع لنا المنظر ده كومبليتلي نورمال بيرفيوجن لكن في علامه الخطر ستريس انديوز اللي في دايلاتيشن. سو هي اندروينت ستنتنج اوف ذا ليفت ميل اند هي واز كومبليتلي نورمال اند هابي وطلع تاني يجيب البلح من النخل. اذا وجود الستريس انديوز اللي في دايلاتيشن بيخلينا نقول ان العيان ده لو انت عندك اللي دي ليجن وعامل لك برفيوجن ديفكت صغير وجود الاستريس انديوس يخليك تقول لك لا الاسكيميا اكبر من كده. نورمال برفيوجن وذ ستريس انديوس تخليك يقول العيان ده ان دانجر. ها قول لي ما بص مفيش حاجه استضت كده مفيش حاجه قارنا بين ديفرنت موداليتيز انما قد يكون لو عملوا له اف اف الله اعلم يمكن الواير ما كانش موجود في المكان ده. خلي بالك ان في حاجات مش موجوده في اماكن وممكن التكلفه بتاعت الواير يقول لك طب ما انا ادخل اعمل له حاجه ارخص وتوريني اسكيميا ولا لا. وبعدين بص هي الاف اف ار انت بتعتمد على ايه؟ انك بتدي حاجه تعمل تاكيكارديا ارتفيشال. انت ما بتعمل الناتشرال اكتيفيتي بتاعت العيان انت بن انكفر الهول بروسيس اكتر من اي حاجه ارتفيشال. يعني دايما لو انت عندك اختيار العيان يجري ولا يعمل فارماكولوجيكال لا يجري ويو هاف تو اكزهوست يور بيشنت الا لو حصل تشينجز. ما تموتش العيان على السير عشان انت لازم تو اكزهوست. لا ذيس از خلوا بالكم ده نون انفيزيف تيست المفروض العيان ما يموتش منك. اوكي لكن دايما الفيسيولوجيكال
is much 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 informative and better correlation مع الليجن بتاع العيان اكتر من اي حاجه. انا ما اعرفش ما كانش ساعتها بتهيالي الواير ده موجود و او العيان ما كانش يقدر ساعتها. والحقيقه هم بعتوه احنا كنا بنجربها وحاطين ايدنا على قلبنا بقى ليفت مين، احنا بنخاف من ليفت مين عموما. العيان جري العشر دقايق ما صلوش، احنا وقفناه لما لقينا اس تي سيجمنت ديبرشن، قلنا لا لا كفايه كده وحقنا وصورنا لقينا الستريس انديوس اللي في دايلاتيشن ده فخلاص كده. اوكي طيب، يبقى ده الصوره اللي انا عايزاكم تحفظوها في خيالكم of normal myocardial perfusion image both the wall and the cavity size. اوكي الانترولاترال ما عادش موجود قوي، انا وريت لكم 17 سيجمنت. وريت لكم. لا بص هتبقى انت بقى ايه حته يعني تلاقيها مثلا ايه ناحيه كده الانترولاترال ده ده البروبر انتيريور، يعني انا مش شايفاه هنا قوي لكن انا هنا هشوف الانتيريور لوحده خلاص. هنا انا هشوف الانتيريور وجنبيه الانترولاترال، فلو لقيت بيرفيوجن ديفكت مش موجود هنا لكن موجود هنا وموجود تحت يبقى ده غالبا انتيريور بس، لكن عمر الانترولاترال ما هيجي لوحده، مفيش حاجه اسمها الدياجونال يجي لوحده، هو لازم ال دي يبقى في حاجه. عمر ما هيجي الاو امز بتوع السيركونفليكس without the circumflex ليه؟ هتلاقي لازم اللاترال ملطوط، فانت هيديك انسايت شويه. ساعات unfortunately بتيجي حته غريبه وتبقى انت محتار احطها تبع ايه، فبتقول له والله هي قد تكون كذا وقد تكون كذا انا ما اعرفش، لكن احنا هنا مش اناتومي، احنا هنا بنكوريليت باثوفيسيولوجي مع بعض الاناتومي الحاجات الكبيره. طيب نعم لا في بروجرامز، لو انا جبتها لكم في بروجرامز، لكن هنا لا الرسومات اللي الصور اللي بتجي لكم دي ما بتقسش بعينك. هنشوف دلوقتي صور هتورينا. المفروض ها ان انا ما الاقيش نقطه سودة كده جوه الكافيتي في الاسترس، انا لاقيها جوه الريست لكن مش لاقيها جوه الاسترس. هنشوف دلوقتي صور تورينا. طب ايه اللي جاي طالع زي الخازوق كده جنب ال ال في؟ This is the RV بس موجود في الاسترس والريست وعظيم مش مشكله، ممكن العيان عنده شويه بالمره هايبرتنشن او نورمال بس انا شايفه ما هوش كبير، مش واخد في الاسترس وما مش واخد، هو واخد في الاثنين وباين مش مزعلني في حاجه، بس this is the RV جميل. وهنا باين برضه اهو يعني هو واخد في الاثنين زي بعض، والكافيتي تقريبا زي بعض في الاثنين، مش مزعلني يعني. في الايه لو واخد في صوره والصوره الثانيه لا، لكن في الاثنين كده حبيبي ونور عيني ما زعلش منه خالص. اوكي لكن واخد في واحده والثانيه لا لا، هنقول بقى دلوقتي بس ده مرحله اصعب شويه يعني عشان اللي هنا اللي في الريست يعني هنا عشان في دايفراجماتيك اتنيويشن يا فندم. احنا المايوكارديوم الانفيريور ده نايم على ايه؟ وانت بتقطع سعادتك ما تقدرش تفصل قوي بينهم، واخد بالك؟ والعيان بقى نايم على ظهره كده، فكل الانفراستراكشر بتاعت الابدومين زقه الدايفرام، فايه انت عندك دايفراجماتيك اتنيويشن. اوكي؟ ما يزعلناش يعني. طيب ناخد اللي بعده. صحصحوا صحصحوا عشان انا مش هقول انتوا اللي هتقولوا. ها دي عيانه عيان عظيم جدا من عندنا، ايه رايكم فيه؟ في بيرفيوجن ديفكت فين؟ في الانفيريور وول. جميل جدا جدا. وفي حاجه تانية ستريس انديوس الفيدالات. في حاجه ثالثه، ايه رايكم في الار في ديورنج ستريس وديورنج ريست؟ كبير في الاسترس
واصغر منه في الريست. هو واخد عكس زيه بالظبط زي ال في، هو عاكس الدنيا. بصوا عامل ازاي في الاسترس. بلاش فوق، مش باين هنا اهو، اهو يا فندم، اهو يا فندم، وملا تماما في الريست. تعال شوفوا تحت، لازم تشوفوا كل الصور، كل الكولنز. يعني ساعات ما بقاش باين فوق، باش باين في الوسط، باين في الكولن التحتاني. لكن اللي يخليك تبقى قلقان وعمال تدور على perfusion defect هما الملاحظتين دول: stress induced اللي في dilatation، و الار في اللي باين لي جامد في الاسترس اكتر منه في الريست. واضح جدا ان الايه الار في كبير في الاسترس عنه في الريست. ده يقول لي ان في significant ليجن في الار سي اي inferior، ده حكر على الار سي اي. ما عدا حتة الانفرو ايبيكال هنشوف صور تانية. ساعات ال اي دي يبقى خبيث جدا لدرجة انه يلف around the apex ويسبلاي حتة من inferior wall، بس تبقى انفرو ايبيكال، تبقى الناحية دي كده. شايفين الصورة دي؟ الصورة دي لو حد بص على اللي فوق ممكن يعدي perfusion defect، ولكن الستريس induced اللي في dilatation is a strong marker of something wrong. Okay؟ هنقول كومنت البرفيوجن ديفكت ده نوعه ايه؟ لا نوعه ريفرس، مكانه انفيريور برفيوجن ديفكت. خلاص معناها ان في اسكيميا في الار سي اي. طيب نمره 2 عندك ايه الابنورمال الثاني؟ ستريس انديوس الفي دايلاتيشن دينوتينج ذا بريزنس اوف، عايزين تقولوا مالتي فيزل ديزيز، عايزين تقولوا ليفت ميل، وات ايفر ذا بوسيبيليتي اوف مالتي فيزل افكشن. اوكي الار سي الار في ده بس عشان نتاكد من ان في حاجه غلط، اوكي مش مهم تكتبها. يعني هنا انت شايفها ايه؟ احنا لاقيينها بسهوله ولا بصعوبه؟ يبقى سمول، هي سمول، ما هيش كبيرة واضحة. اول ما تحط عينك هنشوف دلوقتي حاجات كبيرة. طبعا ممكن، بس في الصور دي صعب، الصور دي صعب قوي ان احنا نعد السيجمنتس، لانك ما عندكش المسطرة اللي هتحطها عليها. في بروجرامز تانية بتجيب لك المسطرة دي تقول لك كام سيجمنت. اوكي بس هو في اللاجر يقول يعني انا قلت ان جوه السيجمنتس نفسها في اللي هو اللون الافتح شويه اللي هو لون ده يعني لا ده؟ تحت تحت في اللاتر وال اهو اللاتر ايوه جوه اللاتر نفسها. بس ده يعني ساعات تبقى مش واضح قوي، يعني ده مش perfusion defect، ده فرق لون. تمام. مش لا طيب تعالى نراي الجهه غير تخي ولا لا ما انصحكش. ليه؟ لان انا مش مدياك اي داتا، لا انا مدياك العيان ده هايبرتنسيف، ولا مدياك طوله، ولا مدياك وزنه، ولا مدياك اي حاجه عشان تقول اي حاجه. طيب ما رايكم في هذا المريض؟ ده ما فضلكم معكوسه ايه؟ السكيل بتاع وات ايفر، مالكش دعوه بسكيل الكلر. سكيل الكلر فين الخط اللي يقسمه النص؟ عشان احنا انا جبت كل الالوان لان انتوا مستشفياتكم قد تاخد كلر كودز مختلفه، فما تجوش تفتحوا بقكم اي كلر كود هتشتغل عليه. ده ال 100% او ال 99% اللي فوق ده فين يا عم؟ اهو اللي فوق ده اللي هو الاحمر في الابيض، ال 50% بتاعك الاصفر، ال 0% الازرق، صح؟ حط خط واسم الكلر كود ده في النص. ايه رايكم؟ في perfusion defect؟ خلينا نبقى خلينا منظمين، احنا عندنا كام perfusion defect؟ عندنا 2. حلو قوي. الاولاني ايه؟
لا بارشلي ريفرسبل. لو انت قصدك على الانفيريور بص على هنا هنا بص تحت، مش ده نفس الانفيريور؟ هل اللون ده زي اللون ده؟ اتغير تحسن ولا بقى اسوأ؟ تحسن تحسن. ده احنا كنا هنا كنا هنا اهو ونطينا هنا اهو صح؟ يبقى تحسننا، كل ما نطلع لفوق نتحسن. يبقى اذا عندنا partial reversible perfusion defect فين مكانه؟ في الانفيريور وول. معناها لا partial reversible عندنا ايه؟ inferior myocardial infarction حواليه الاسكيميا ولا ما حولهوش؟ with very infarct ischemia. جميل. مدام انفاركشن هسألكوا السؤال الشهير، ادخل يا فندم افتح له الار سي ايه ولا لا؟ يبقى الاريا اوف انفاركشن واخده قد ايه بيرسنت؟ تقريبا 50 اقل اكتر، واخده اكتر من 50%. يبقى this infarction is viable ولا مش viable؟ هذا عن النقطة. طيب يبقى اذا نقطة الانفاركشن عندنا سؤالين مهمين لازم نجاوب عليهم. في باري انفاركت اسكيميا، اللي عنده عنده باري انفاركت اسكيميا ولا ما عندوش؟ ازاي عرفنا؟ اللون تحسن، الديفكت قل. طيب جوه الديفكت نفسه لازم ابص بعيني، واخد قد ايه ابتيك؟ 50 اقل من 50؟ 50. يبقى فايبل. يبقى تقول له والله يا يا عم الحاج الانفاركشن ده صحيح عنده انفاركشن بس عنده ريزيديوال فايبل. يبقى نقول بقى تاني، يبقى نقول تاني، يبقى العيان ده عنده partially reversible perfusion defect including the inferior wall صح؟ That's to say or that denoting the presence of inferior myocardial infarction with peri infarct ischemia within any territory نقطة. The infarction area shows 50% radiotracer uptake which means the presence of residual viability. يبقى اي حاجة فيها partially reversible لازم تجاوب على الحاجتين دول، او fixed لازم تجاوب على الحاجتين دول. الحاجة الاولانية في ischemia ولا لا؟ partially reversible فيها، fixed ما فيهاش. فيها viability ولا لا؟ يا فيها يا ما فيهاش. اتفقنا؟ طيب يبقى دي اول نقطه خلصناها. نيجي للحاجه الثانيه المهمه، العيان ده عنده حاجه ثانيه؟ ده عنده حاجه كتيره كتيره كتيره. ايه بقى؟ عنده ريفيرسبل بيرفيوجن ديفكت في العظيم المهم. ايه هو العظيم المهم؟ هاي هي الانتيريور والانتروسيبتال. بصوا الانتيريور هنا شكله عامل ازاي والانتروسيبتال عامل ازاي، والانتيريور هنا عامل ازاي والانتروسيبتال عامل ازاي، الانتيريور هنا عامل ازاي والانتروسيبتال عامل ازاي. يبقى عنده ايه؟ اسكيميا. عنده انفاركشن في ال دي؟ لا ده اسكيميا بس انها رجعت كلها. يبقى عنده اسكيميا في ال اي دي. جميل. عنده حاجه كمان؟ يا جدعان ال سيركمفلكس صحيح ربنا خلقه ليس له يعني ساعات ما بقاش دوميننت، بس برضه لما تقول كده والله ده عنده كمان لاترال اسكيميا احبك وتبقى صديقي اهو. عنده انذر ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت في اللاترال. يبقى هو بقى انفاركتد في الار سي اي، عنده اسكيميا في ال اي دي، عنده اسكيميا في ال سي اكس، وعنده العظيم المهم ستريس انديوسد ال في دايلاتيشن. واضح وعظيم. بصوا الكافيتي قد ايه والكافيتي قد ايه. لا اللاترال اهو، بص هنا وبص هنا، بص هنا وبص هنا. ايه رايكم؟ حاله صعبه. في ايبيكال طبعا، حته ايبيكال. ايوه ما دي ماشيه معاها مع ال اي دي. ما انت خلاص قلتي ال اي دي انتيريور وانتروسيبتال وايبيكال ال اي دي. صاحبنا وصدقنا. سهله صعبه؟ حاله صعبه فيها كل حاجه في البرفيوجن، فيها انفاركشن لازم اقول حواليه بيري انفاركت اسكيميا ولا لا، لازم اقول في الانفاركشن في فيابيليتي ولا لا، في اسكيميا في التريتوريز الثانيه، وفي ستريس انديوسد اللي في دايلاتيشن. بور بيشنت. اوكي ها
من الحاجات الصعبه. قول لما اقول هتلاقي عوض بيزل اومد وايه مش مهم تقول بيزل امد ده قول هو انتيريور وول الغرض منها. بص كل ما بقى ايبيكال كل ما غالبا الليجن بقى ميد ميد ليجن ما هوش بروكسيمال. كل ما اخذ من الاول خالص غالبا ده بروكسيمال اللي دي يعني بيقول لنا ساعات على مكان الليجن بس this is not so important على السيفيريتي بتاعت الاسكيميا يعني مش important قوي. المهم ان انتوا تشوفوا بعينكم ان في بصوا على كل الوولز. على فكرة دي نزلت امتحان من الامتحانات الصورة دي ما تصوراش عشان مش تنزل تاني. لا بيحبوا يصوروا هم ياخدوا سكرين شوتس فاكرين ايه ما عندناش ده احنا عندنا متحف. طيب ايه رايكم في هذا المريض العظيم الجميل جدا 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 ده عيان جالك في العياده كده وبينهج عملت له ايكو لقيت ايجكشن فراكشن 20% رحت بعت روح عند بتوع البرفيوجن جرينا العيان ده 18 دقيقه نو تشست بين جاست ديستيا. ايه الحاجه اللي واضحه في العيان ده؟ يس ذا ال في دايليتيشن. هل في الاسترس بس او الريست بس؟ في الريست والاسترس الحقيقه. طيب هل في برفيوجن ديفكت يفسر هذا الدايليتيشن؟ يفسر؟ يبقى ما يفسرش. يبقى this is properly a dilated cardio non ischemic cardiomyopathy صح. يبقى اذا criteria of dilated non ischemic cardiomyopathy is huge dilatation unexplained. كل حاجه في الدنيا لها سبب unexplained. ما عندكش scar كبيره ما عندكش infarction كبيره ما عندكش ischemia كتيره تفسر dilatation of the LV. احنا كمان عندنا كده ان دايما الايبكس بتبقى ملطوطه متاخده في الاسكيميك ودايما بتبقى اوسع من البيزل في الاسكيميك يعني الاقيها كبيره في الاسكيميك الايبكس وصغيره لو قارنتها بالبيز في الاسكيميك بينما هنا انتوا شايفين الدايلاتيشن من الايبكس تو ذا بيز از ذا سيم. ولو اتفرجتوا على المنظر ده هنشوف دلوقتي العيانين اللي عندهم اسكيميك كارديوميوباثي بتبقى الفيرتيكال ده حاجه دايفرجنت كده تلاقي البيس صغننه والايبكس كبيره. ده الجلوبال بتاع الشكل العادي ولكن دايليتد شويه صح مش ده النورمال بس دايليتد كافيتي ده جوز ويز دايليتد نون اسكيميك كارديوميوباثي. بص بقى يعني انت هيخدعك شيئان ان هنا في عندي perfusion defect في الانفيريور انا قد اقول ان هو fixed وحد تاني يقول لي والله انا شايفه ان هو fixed وحد تاني يقول لي لا ده partial reverse. هل الانفيريور وول كافي انه يعمل لي this dilatation؟ نمرة اتنين الابتيك جوه ده عشان اعمل دايلاتيشن ده يبقى انا ما عنديش فايبل تيشو خالص. الابتيك في الانفيريور قد ايه؟ مور ذان 50% يبقى ده فايبل المفروض ان هو يحافظ لي على الكافيتي ما يبقاش دايليتد كده. لو هو سكار هيدايليت ممكن لكن لا ذيس از فايبل مايوكارديوم واي ذا كافيتي از دايليت. بصوا هو في ملاحظه احنا لاحظناها كده واحنا بنشتغل ان دايما الانفيريور هو بيديني البرفيوجن ديفكت. احنا بندور دلوقتي في البيبرز ليه؟ هل هو اضعف مكان بيحصل ستريتش فيه ويبقى فايبرس تيشو اكتر منه مايوكارديوم؟ لسه الحته دي احنا عمالين نبحث فيها فعلا. احنا بندور دلوقتي على حالات المايوباثي ليه الانفيريور بيبقى هو اكتر حته افكتد في الدايليتد نون اسكيميك كارديوميوباثي. بس this is a typical picture of dilated non-ischemic cardiomyopathy. Dilated cavity without a scar that explains this dilatation. Okay? يعني كده
هتكتبي يا فيكسد يا بارشال ريفرسبل, لكن ده داز نوت اكسبلين ذا بريزنس اوف ذيس دايليتد كافيتي. ذيس جوز ويز, هتلاقينا ساعات كاتبين في تقارير كده ذيس جوز ويز دايليتد نون اسكيميك كارديوميتري. يعني ما اقولش ان في اسكيميا؟ لا يا ابني اسكيميا, احنا شفنا الاسكيميا الاولانيه الكافيتي كان عامل ازاي, مش كبير كده, مش كبير كده. ما انت شفت النورمال يا سيدي الفاضل, مش قلت لكم احفظوا النورمال؟ يعني في عاديه مثلا المنطقه ميجرمنت, لا مفيش ميجرمنت, ممكن هو عامل ماجنيفيكيشن. لا اعمل لك ماجنيفيكيشن ازاي؟ This is a standard image. حضرتك حاجه واحده احنا اتفقنا عليها ان الابيكال والبيز نفس حلو هو ده الوحيد اللي ممكن يخليني بس is this cavity as the normal يعني انا وانت لو اتصورنا مع فرق السن مع فرق الحجم الكافيتي بتاعي هيبقى صغير والكافيتي بتاعك هيبقى صغير. هي النقطة الأولانية, هي النقطة الأولانية ان الكافيتي this cavity is large. مفيش حاجة اسمها magnification. This is a standard image. لو شفتها في مجلات الأسمك, لو شفتها في العالم كله standard image. مفيش حاجة اسمها magnification خالص. فيها ديفكت معاك. عايز تكتبه اكتبه, بس هل يفسر؟ هنشوف بقى اسكيميك دلوقتي, هنشوف اسكيميك مايوكارد اكتبه. في فيكس ديفكت موجود في الانفيريور والابيكس ابيكال كاب. ده الانفرا دايفراجماتيك, ده غالبا الكولون مليان عشان طبعا الامبيرد سيركيوليشن في العيانين دول بتوع الهارت فيلير, فبتلاقي عندهم سلو امبتينج اوف ذا جت. طيب بصوا بقى دي فيها perfusion defect, فيها فين قولولي فين؟ اهو anterior وسبتال وفي inferior صح؟ طيب is it reversible partially reversible fixed؟ طيب يبقى ناخدها حاجه حاجه. يبقى انا عندي هنا في partially reversible perfusion defect موجود فين؟ في الانتيريور والسبتم. بالتاكيد الصوره دي غير الصوره دي. لا انتيريور والسبتم فيكسد ولا partially reversible؟ partially reversible. واحده واحده عشان ما تلخبطوش نفسكم. يبقى في عندي العيان ده عنده ايه؟ anterior infarction with peri infarct ischemia. الانفاركشن اريا واخده قد ايه؟ يبقى the infarction area واخده 50% او اكتر, يبقى فيها residual viability في ال LAD. ادي اول نقطه. نيجي للنقطه الثانيه, في عندنا another perfusion defect موجود فين؟ الانفيريور وول. الانفيريور وول ده بيرجع ثابت reversible partially reversible. يبقى عندنا another fixed perfusion defect موجود في الانفيريور. الابتيك بتاعه ايه؟ مش بدل فيه infarction يبقى لازم ابتيك. الابتيك بتاعه ايه؟ اقل من 50%. يبقى it's mainly formed of scar او non viable tissue في الار سي اي. يبقى العيان ده لما انت ساعدتك تاثره وتلاقي عنده ال اي دي وار سي اي ليجن, والار سي اي ده بقى ايدك بتاكله عشان لا يا فندم ايدك ما تاكلوش, ما تاكلكش عشانه. افتح ال ال اي دي. الار سي اي ده نون فايبل. اوكي طيب ايه رايكم في الكافيتي؟ ان ستريس ولا بوز؟ بوز. طيب ده لما اجي اقول لك لا ده دايليتد كارديوميوبثي,
تقول لي ايه؟ تقول لي يا دكتوره ده عنده anterior وانفيريور انفاركشن، عنده لارج، عنده لارج انفاركشن. This is a case of myopathy. Ischemic myopathy. لو هي ال impaired function بتاعه. اوكي؟ يبقى العيان ده to sum up عنده عنده partially reversible anterior و anteroceptal perfusion defect denoting the presence of anteroceptal MI with peri infarct ischemia. The area of infarction shows viable myocardium في ال LAD. يبقى انت تفتح ال LAD. However العيان ده عنده another fixed perfusion defect موجود في ال inferior wall denoting the presence of inferior myocardial infarction. The area of infarction shows less than 50% video tracer uptake denoting the absence of good residual viability في ال RC. Dilated LV cavity both in stress and rest. صعب. لاترال حلو في الريست يا عم، استرس يا عم الحاج احسن من الريست. ده هايل، ده منور في الاسترس، ملوش دعوه ده زي الفل. انفاركش ما عندوش، قفل ومات خلاص. لم يتغير يا حبيبه قلبي اهو، ده بالعكس، ده في يمكن شويه واخد في الاسترس عن لا لم يتغير. الفارق في الاسكيميا انه مش موجود في الاسترس ويبقى موجود في الريست. لما يبقى ريفرس دي ساعات الابتيك وتقويت توقيت التصوير والكلام ده داتا مش مهم. ساعات تقولي ان في كولاترالز جايه له من حته ثانيه، انك انت جريتي العيان فالسيركونفلكس اداله فشفتي ابتيك شويه، يعني داتا مش مهمه قوي. يبقى الاسكيميا معناها مش موجود في الاسترس وموجود في الريس. اوكي؟ طيب. بص يعني بص من اوله لاخره، من الايبكس هنا، هنا احسن من هنا ولا لا؟ ها؟ هنا انت شايفه، هنا انت بتدور عليه مش لاقيه. ما بدورش على الوول، بتدور على الوول. ما هو الوول انت مش هتشوفه من غير لون، مش موجود. سعادتك بتدور عليه هنا، شايفه سعادتك من غير ما تدور عليه اهو، صح؟ فيبقى هو اتحسن، ظهر لك، فبقى partially reversible. طب ليه مش reversible؟ عشان still it is not normal. النورمال هو lateral wall، بقى رجع زي lateral wall. طيب ماشي الكلام. نعم قول ابو بكر ازيك، انت لسه صاحي من النوم دلوقتي هتيجي تفوق علينا بقى؟ ها اه طبعا. بداء اي تغير ما بين الاسترس والريست مش موجود في الاسترس وموجود في الريست، this is ischemia. لو في لسه باقي ديفكت يبقى ده باري انفاركت ischemia. لو مفيش باقي ديفكت يعني رجع نورمال يبقى ده اسكيميا من غير انفكشن، اسكيميا حاف. سهله؟ ماشي. المنظر بقى في الانفكشن دي اللي هي بتبقى ايه يعني، لونها بيربل؟ لا معناها ما هيش كومبليتلي نورمال، معناها ذيس از نوت نورمال، ما هياش زي دي. ليه مش واخده زي دي؟ معناها ان في سكارتش وفي حتت ميته جواها. اوكي؟ طيب فلناتي الى بعد ذلك. لا هزعل منك واتضايق منك. اللي فوق الاسترس يا حبيبي موجود في الاسترس ومش موجود في الريست، عكس الاسكيميا. اسكيميا مش موجود في الاسترس، موجود في الريست. ده العكس، انت شايفه في الاسترس اهو وما انت شايفه في الريست، يبقى مش اسكيميك، ده نورمال. اه انا صورت بس العيان متاخر شويه في الريست، مش واخد حقنه جامده، ما يهمنيش تفاصيل، ما تهمنيش قوي. اسمها ريفرس ريديستريبيوشن بالمناسبه، يعني ليها اسباب كتيره. طيب
ايه رايكم في العيان ده؟ عندنا برفيوجن ديفكت ولا لا؟ تسالوا نفسكم السؤال ده. فين انتيرو وورو الابيكس فيكس ريفرسيبل بارشال ريفرسيبل؟ اللي بيقول فيكس يرفع ايده واللي بيقول بارشال ريفرسيبل يرفع ايده. ده الباقيين نايمين؟ لا لا. هل تحسن في الريست؟ ات از ذا سيم اتس فيكس 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 اتس فيكس. ما تخافوش من تقولوا فيكس فيكس مش عيبه. يبقى في فيكس برفيوجن ديفكت في الانتيريور اند ذا ايبكس. يبقى العيان ده عنده ايه؟ انترو ايبيكال ام اي. از ذير ان اسكيميا؟ نو بيري انفاركشن اسكيميا. ذا اريا اوف انفاركشن شوز يس مور ذان 50% كتوتال. خلي دايما بالكم الايبكس دايما بتطير في كل حته. استنى يبقى اذا العيان ده عنده ريزيديوال فايابيليتي في ال اي دي. عنده حاجه ثانيه؟ اي تريتوري ثاني من صب لا مؤاخذه؟ يعني انتوا شايفينه فوق لكن احنا تحت شايفينه فل. لا الانفيريور ده جميل ما فيهوش اي حاجه زي الفل. شويه ريفرسيبيليتي كده عبيطه. الكافيتي ايه رايكم فيه؟ دايليتد ان بوث كافيتي ان ستريس اند ريست. طب لو انا قلت لكم ده دايليت كارديوميوباثي عشان فيه سكار يا دكتوره منى اوف مايوكارديال انفاركت انتيريور اند ابيكال. خلاص غالبا العيانين دول اللي بيتعمل لهم برايمري على فكره. تلاقي حته كده وتلاقي الابتك فيها حلو قوي بس الكافيتي يحصل له ريمود. غالبا بيبقوا دول معمول لهم برايمري وصغيرين في السن. ما الابكس قلنا خلاص اتفقنا انها طارت باي باي. ابكس بتطير على طول باي باي ما فيهاش اي. عشان كده بصوا المنظر ده يا اولاد. لو الكافيتي ده دايليتد بصوا الابكس قد ايه والبيز قد ايه. This is divergent. This is a sign of ischemic cardiomyopathy. يعني ايه divergent؟ يعني الابكس اكبر من البيز. ده تقول لي على طول ان ده اسكيميك الدايلاتيشن از مور ان ذا ابيكس لانها دايما بتطير في الانفاركشن. استنى يا ابو بكر. ها الانفيريور وول هنا ما هوش نورمال قوي لكن ما هوش ما يخوفنيش. غالبا ده في دايفرام والدايلاتيشن وبتاع ما فيهوش حاجه تخوف. ده مقطع وده مقطع. ده سي تي خلي بالكوا احنا بنقطع مش في نفس الوقت وفي نفس المكان. ده على اكسس وده على اكسس تاني. 3 دايمنشنال ستراكشر انت بتقطعه يبقى غالبا مونو دايمنشنال. ده 50%؟ ده يعني هنا ده هنا بصوا هنا اكتر من كده كمان اهو اهو هنا في المنطقه دي. يعني الحقيقه الانفيريور ده انا مش قلقانه منه. الانفيريور انفاركشن هتشوفوه في كل حته. اشمعنى نشوفه في مقطع واحد يا جماعه؟ انفاركشن بيبقى ايفيدنت ان اول سيكشن. مش هيخبي نفسه ولا هيداري دقنه. اللي هيداري دقنه الاسكيميا اللي دوره عليه ممكن تبان في مقاطع ومقاطع تانية لا. لكن الانفاركشن نو هيبان في كل حته. اتفقنا؟ اللي بعده ما احنا قلنا الكومنت. This is fixed perfusion defect. مكانه فين؟ anterior and apical denoting the presence of antro apical MI. في peri infarct ischemia without peri infarct ischemia. The area of infarction shows up to 50% uptake except the apex عشان اريحكم. Denoting the presence of residual viability. دايما الابكس بتطير خلي دي في دماغك. اوكي؟ uptake 50%. ادي الانتيريور يا فندم. ادي الانتروسيبتال يا فندم. ادي الانتروسيبتال يا فندم. كل ال ال اي دي واخد اكتر من 50% ما عدا حته الايبكس ما تزعلنيش خالص. خلاص؟
يبقى فيها ريزيديوال فايروس في ال دي دايليتد ال دي كافيتي بوث ان ستريس اند ريست. نقطه من اول الصف. طب ليه دايليتد ال دي كافيتي؟ عشان ذيس از سايزبل انفاركشن. حصل ريمودلنج مع الانفاركشن. بصوا الايبكس بقت عامله ازاي دايفرجن. ذيس از سايزبل انفاركشن. لا غالبا بيبقوا كده غالبا, وبالذات الصغيرين في السن الثلاثينات والاوائل الاربعينات بيبقوا كده. يو كان يس يو كان سيف ذا مايوكارديا. في واحد نايم خبطوه بالازازه في دماغه عشان يصحى, فصحيت الواد بازازه. انت جاي تنام هنا يا ابني, هتنام في بيتكم. لا احنا متفقين ان هو irreversible. انت عشان يا جماعه ده المقاطع فين ده لم يتغير شيء, ده بالعكس ده في الاسترس احسن من الريست. لم يتغير شيء, الوضع كان بقى هو عليه. وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. يلا اللي بعده. لومن في فيوجن اللي فات فين؟ انتيريور سبتال و يعني انفيرير. مش بقول لا لكن في ابيكال صح. ابيكال انتيريور سبتال از ات فيكسد اور بارشلي ريفرسبل؟ هي اولموست فيكسد الحقيقه, اولموست فيكسد. يبقى ده فيكس بيرفيوجن ديفكت موجود فين؟ ما تقولش بقى ريستو. احنا في لغه بنتفاهم بيها, لما تقول لي فيكس انا كده جوه دماغي يبقى ده بين الريست والستريس. خلاص ما تقوليش بقى. يبقى ذيس افكت بيرفيوجن ديفكت موجود فين؟ انتيريور اسبتال اند ابيكال دينوتينج ذا بريزنس اوف anterior MI without peri-infarctal ischemia. The area of infarction shows denoting the presence of residual viability. بقيت خلفت في حاجة تانية. Yes. اللي في dilatation both in stress and rest. ها. لو انا جيت قلت لكم ده dilated myopathy. ما تفكرش على طول تقولوا لي لا يا دكتوره ده عنده سايزابل انفاركشن سكار. اوكي برغم وجود فايبل تيشو لكن هي هاز ان انفاركشن. تبص على الانفاركشن يا حبيب قلبي, بص على ده اهو واخد فين في الكالر كود. ما انت جاي متاخر نايم في بيتكو فين واخد هنا هنا ده فين 50%. يبقى ده يا حبيبي فايبل. يبقى ده ضيع عينيا وسعه واحط له ستنت. طيب اللي بعده البتاع بتاعكوا ده بيعلق. ايوه كلر كود. انا جايبه لكم كل الالوان طبعا. ده الكلر كود ما اعرفش راح فين بس كل الالوان. طيب ايه رايكم دام فضلكم في بلال؟ ايه ما هذا الغوغائيه في الكتابه ده انا هزعل منكم جدا. الريبورتنج هاز ان افكس. في بيرفيوجن ديفكت ولا لا؟ فين مكانه؟ في الابيكال. السبتال والابيكال. برافو عليكم. فيكس ريفرسبل اور فيكس ريفرسبل ولا بارشال ريفرسبل؟ It is a fixed perfusion defect involving the antroseptal and the apical. يبقى العيان ده عنده ايه؟ antroseptal MI without peri-infarct ischemia. The area of infarction واخده قد ايه uptake؟ يا نايم يا نعسان انت لابس مخطط ونعسان. ايوه انت يا امير. احنا الابيكس متفقين ما بنزعلش. قولي وما عدا قولي اكسبت ذا ابيكس. يبقى الاريا اوف انفاركشن واخده اكتر من 50% اكسبت ذا ابيكس عشان ابقى امين. يبقى دينوتنج ذا بريزنس اوف
ريزيديوال فيابيلتي. اوسع العيان ده ولا ما اوسعوش؟ انطلقي الى بركه الله. حلوه. واتس اباوت ذا كافيتي؟ يبقى اذا لما الاقي دايليتد كافيتي والاقي سكار اوف انفاركشن ذيس از اسكيميك كارديوميوباثي. ده اللي انا بقول ان مفيش حاجه تفسر الدايليتيشن في عيانين الدايليتد كارديوميوباثي. صح؟ طيب يبقى الكافيتي از دايليتد بوث ان ستريس اند ريست. العيان حط له ستنت. حطيت له ستنت وبالتالي ما عندوش اسكيميا. او اتفتح بالستريبتوكاينيز او حصل نورمال ديكاناليزيشن. ما يتصور مش ها ما عندوش. مش انا شايف ان هو في ديفكت بس في عندك ايه في الريست؟ هخنقك. كان موجود في الاسترس وما كانش موجود في الاسترس وبقى موجود في الريست. This is reverse redistribution. ده غالبا وجود كولاترز. اديني المنظر غريب ده. whatever بقى ثرومبوليتك اي حاجه على جبت لي كل شويه كولاترز. طيب لا تسالون عن اشياء ان تبدو لكم ايه تسوقكم. يلا ها في perfusion defect فين الابيكس دي صاحبتنا في كل حاجه. كل مصيبه تلاقي الابيكس. و لا انا زعلانه منكم. انا زعلانه. هو انا في الحياه كلها مين معشوقي في الكورونريز؟ يبقى انت سعادتك لما تقولي له الار سي ايه الاول معلش هيروح مقطع الريبورت بتاعك ده وحطه في مكان غير امين. اول حاجه عندك ال اي دي يبقى سعادتك تتعلقي على ال اي دي ثم نقول هاويفر اي حاجه ثانيه. خلاص. طيب الابيكس دي تبع ال اي دي ولا مش تبع ال اي دي؟ غالبا تبع ال اي دي. طب ايه اللي يؤكد لي ان هي تبع ال اي دي؟ ان هي واخده حته من حبيب ال اي دي الانتيريور. لكن لو انا ما عنديش انتيريور وعندي ابيكال ومعاه انفيريور يبقى ده حبيب الار سي. يبقى الابيكس دي راحت تبع الار سي اي خانت ال اي دي. لكن دائما وابدا ال اي دي بتتلط مع ايه الابيكس تتلط مع ال اي دي غالبا. يبقى ما يبقى عندي انتيرير اهو وابيكال يبقى ده انترو ابيكال ام ار. تغير ام لم يتغير؟ يبقى هي فيكس فيوجن ديفكت ان ذا انترو ابيكال مينز ذا بريزنس اوف انترو ابيكال ام ار ويزاوت ذا اريا اوف انفاركشن اكسبت ذا ابيكس عشان ما تزعلوش. ها denoting the presence of residual viability. طب انتوا مزعلكوا شويه الانفيريور بقى ان انا مزعلني حاجه ثانيه خالص ان هو في حاجه ثانيه خالص. لا هي مش بارشالي هو ريفرسيبل اهو مش باين. يمكن فوق باين فوق اهو اهو باين اهو صح. يبقى عندي however there is another ده نوع ايه؟ perfusion effect موجود denoting the presence of inferior wall ischemia within the RCA territory. The LV cavity is both in stress and rest. طب حد يقول لي يا دكتوره منى العيان ده عنده LED وعنده RCA ازاي ما عندوش stress induced LV dilatation؟ عشان ما عندوش اسكيميا في ال ال اي دي. مش احنا قايلين في اول سطر عنده انفاركشن ويزاوت بيري انفاركت اسكيميا؟ يبقى هو الاسكيميا اللي عنده بتاعت الار سي اي بس وده يدلك ان هي مش كبيره قوي. صح؟ احنا ليه ما قلناش ان في ستريس انديوس ال في دايلاتيشن مع ان انا عندي تو فيزل ديزيز بس واحد اتقفل وما عملش اسكيميا عامل انفاركشن ويزاوت والتاني عامل شويه اسكيميا مش كفايه ان هم يعملوا لي ستريس انديوس. دي بصحصحه يا امي بصحصحه شاطره. نعم اللي اسمه ايه؟ الكالر كود. مال حبيبي الكالر كود اهو ضنايا ضيع عينيا الكالر كود اهو. المية في المية هو الأحمر المشرب بالأبيض
اللي هو المنظر بتاع اللاترال ده كويس. اما انزل الخمسين في المية هو اللون ده اللي هو شوية اخضر على نقطة احمر ده الخمسين في المية بتوعي، لان لو قسمتهم بخط ده نصه. كل اللي تحت بقى وحش، الاخضر لوحده وحش، الازرق لوحده وحشين. اتفقنا؟ لا فين يا حبيبي، هو انت على مقطع واحد دايما ما نبصش على مقطع واحد، نفضل نبص اثنين ثلاثة. مفيش حبيبي مفيش تغير، انت قصدك على ايه؟ ده الاستريس احسن ده ده الانفيرير هو اللي طول ده بتحس ده الانفيرير اللي انت شايفه ده ده، وبعدين ده الاستريس اللي فوق يا حبيبي. ما انا عارف الاستريس اللي فوق. طيب التم التم هيقولوا الولايه الجنه اسكيميا معناها مش موجود في الاستريس وموجود في الريست. عايزك طول ما انت ماشي كده وانت مروح النهارده مش موجود عمر الخاطرين موجود لنا النهارده. هايبرنيشن يعني هايبرنيشن اند ستانينج ذيس از ا باثولوجيكال تيرم. ده بيفسر لك احنا ليه بنلاقي فيابل مايوكارديوم بعد ما يحصل انفاركشن، صح؟ وده نوع من التفسير. هايبرنيشن يعني معناه كومون، انت اديت له بقرش صرف بقرش، اديت له بقرشين صرف بقرشين، هو جاي له برفيوجن ففي فيابل مايوكارديوم، خلاص؟ الستانينج انا اديتك بطحه فانت دماغك مش فايقه لكن انت فيك دماغ، دماغك ما طارتش. This is the stunning. واحدة بتحصل مع الأكيوت إسكيميا، واحدة بتحصل مع الكرونيك إسكيميا. ليه في فيابل مايوكارديا مع إن الكوروناري مقفول؟ هو ده تفسير الاثنين، صح؟ ده pathological term، ملوش دعوة بده خالص. طيب، اللي بعده، أنا جايبة لكم كل أنواع المشاكل اللي عندنا. ده جميل. ده جميل بقى. ها في برفيوجن ديفكت، طب برافو عليه. ها فين؟ يس لاترال اند، الحته اللي احنا بنقول عليها دايما احنا مزعلانه جدا منهم اللي هي حته الانفرو لاترال وانفيريور. از ات ريفرسيبل بارشال ريفرسيبل ايرفيكسد؟ ها هزعل منكم واتضايق، هم اضربكم دلوقتي والله انتوا عندكم حق. يس يس it is rather fixed. يس يعني فيها حتت كده بس ما لا تعتبر ذات قيمه، بصوا حتت بتبان بس ما لهاش قيمه، هنقول ان هي fixed. فين مكانها؟ inferior and infralateral. This means the presence of infralateral myocardial infarction. The area of infarction يبقى فيش without peri-infarctive ischemia. The area of infarction shows denoting the presence of فين بقى؟ RCA ولا LCX؟ يا ده يا ده، تقولوا يا ده يا ده. بين the RCA or LCX، خلاص؟ طيب، what about the cavity؟ dilated both in stress and rest. حبيبتي، صديقتي، عزيزتي، هل هو ده الكافيتي اللي احنا بنشوفه نورمال؟ اللي احنا بنشوفه نقطة. نورمال. This is دايرة، انت شايفة الاسود، المفروض ان احنا في الاستريس ما نشوفش اسود. قد نشوفه اسود سواء نقطة صغيرة في الريست، لكن ما نشوفوش في الاستريس. يبقى في this dilated cavity. السبتم حلو قوي، انهي سبتم؟ ده السبتم هنا ده؟ ده انفرو سبتم. اللي هنا؟ ده بيزل سبتم، ما هو ده انفرو سبتم ده تبع الانفيريور. ما احنا قلنا في شويه ريفرسيبيليتي عبيطه باينه هنا ليه؟ السايز بتاع الكافيتي من الاتيكال للديسك ده معناه ان ده دايليتد. دايليتد ريست اند ستريس الاثنين مش دايليتد. طيب برافو عليك. ها؟ الار في ما تقدرش تحكم هنا قوي لان هو تحت مش ممكن طبعا يبقى شويه دايليتد في الستريس ايمج ممكن. فده برضو ماشي مع الار سي اي افكشن. كله من فوق تبص على فوق الاول، هو اللي جايب لك كل الحاجه، جايب لك انتيريور لاترال سيبتال اند انفيريور،
وبعدين عايز اتاكد من الانتيرير لوحده ابص على اللي تحت، الانفيرير لوحده ابص على اللي تحت، اللاترال لوحده ابص على الوسط، السبتا لوحده ابص على الوسط. اوكي اللي فوق جامع شامل وعايز افصص انزل على المقاطع اللي تحت. طيب فتح الباب perfusion defect reversible irreversible fixed reversible totally reversible. فين؟ في الانتيريور والسبتم والابكس. بصوا الابكس هنا كانت حطير ولكن ربنا ستر ورجعت اهي لمت نفسها. يبقى ده ايه العظيم القوي المهيمن على بقيه الكورونري ال اي جي اسكيميا. طب وات اباوت ذا كافيتي؟ اسمها ايه؟ ستريس انديوس ال في دايلاتيشن. يرعبني مع ال اي دي. ممكن يبقى فيري بروكسيمال ال اي دي فلاشنج ذا ارثمين. المنظر ده يرعبني صح؟ طيب اللي بعده ها 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 ها. Is there a perfusion defect? مين قال نو ومين قال يس؟ اللي قال يس يقوم عشان احطه على المقصله. نمت يا امنية حسدتك يا حبيبتي. في perfusion defect؟ عايزة كل المكان يقول نو. There is no perfusion defect. However, there is both in stress and rest denoting non-ischemic. ده cardiomyopathy. ده زي بصوا شكل البيز بالنسبة للابيكس. ده dilated all over. بينما احنا ما شفنا التاني قلنا هيبقى ايه diversion. الابيكس اوسع من البيز. ده يقول لي ischemic cardiomyopathy. اوكي؟ سهلة؟ اللي بعد ايه؟ ما انت كنت نايم. احنا قلنا الكلام ده. بص الانفيريور دايما لا لا الانفيريور دايما عامل مشاكل مع حالات الدايليت كاردوموس. احنا لسه بنبحث لماذا. غالبا هو ده اضعف حته وغالبا بيتشد. هو ده اكتر حته بتتشد مع ده حته بتاعت الريموديلنج في المايوباثي. احنا بندور ليه؟ لان احنا شايفين الملاحظه دي. طيب يلا يلا تعالى يا ابني رجعني على الله بس ما تكونوش زهقتوا. طب نمتوا. انا جبت لكم جميع الاشكال. احنا هنبتدي مش كده في الميوباثي دي في 17. احنا عايزين بقى 18 من طيب لا لا احنا كده كمان واحدة 18. طيب ماشي. ايه رأيكم في دي؟ دي تو ستادي ولا سنجل ستادي؟ تبقى ستريس ريست. يبقى ريست. يبقى انا بدور على ايه؟ فيابيلتي. يبقى هقول له والله يا عم الحاج انا عندي perfusion defect لو عندي. بس انا مش هقدر اقول لك معلش لوجيكا ذات الحال ان ده ريفرسيبل فيكسد لان انا ما عنديش ستريس. مش هقول هوصف perfusion defect مكانه فين وابتدي امسك تريتوري تريتوري اقول له واخد ابتيك قد ايه. يبقى الريبورت بتاعت الفيابيلتي يشمل نقطتين. توصف له perfusion defect موجود فين وبعد كده تمسك ال اي دي على بعضه تقول له والله ال اي دي كله 51% يبقى فيابيلتي. ال ار سي اي 91% يبقى حلو قوي فايبل قوي 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 بالقوي. ال سي اكس 90% يبقى فايبل جدا 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 جدا. الكافيتي از نورمال دايليتد. خلاص يلا نقول بقى الكلام ده نطبقه على الصوره دي. في بيرفيوجن ديفكت يس موجود فين بقى؟ حلو قوي اهو موجود هنا في الانتروسيبتال وموجود في الابيكس واخد الابيكولاترال صح وواخد الانفيريور صح. ماليش دعوه بقى ده ما وصفلوش بقى انا اقول له ده في بيرفيوجن خلاص
لا اقول له بقى في فرق الفاركت ولا اقول له بطيخ ازرق ولا اي حاجه خالص. جميل. لا ما هو بيرفيوجن ديفكت معناه ديكريز. حلو قوي. ابتدي بقى اخد ال ال اي دي واشوف ايه رايكم في ال ال اي دي. ال ال اي دي يشمل الانتيريور والانتروسيبتال والابيكس. الانتيريور 100 صح؟ الانتروسيبتال 100 صح؟ الابيكس هي اللي طايره. يبقى 2 من 3 يبقى فايبل ولا مش فايبل؟ فايبل. طيب نيجي بقى الثاني. الار الار ال سي اكس واخد اللاترال. البيزل او الانفرولاترال هو اللي باين لكن الابيكولاترال لا. طيب تقريبا نصه ولا اكتر من نصه واخد؟ اكتر من نصه يبقى فايبل. فايبل اكتر من نص التريتوري واخد ولا مش واخد؟ يبقى يبقى حلو واخد. واخد نص ده حلو. طيب الار سي ايه بقى المعشوق العظيم؟ يس مختفي اختفاء الشيء. يبقى الار سي ايه از ليس ذان 50% يبقى الار سي ايه از نوت فايبل. يبقى يا عم الحاج انت تحط لنا على الاو ام تحط لنا على ال ال اي دي وشاكرين مهللين. عند كافيتي ايه؟ طيب لما تلاقوا صوره كده اعرفوا ان انتوا الحمد لله هنتعتق بقى من الاسكيميا بقى والكلومه دي. همسك البريفيوجن ديفكت اوصفه مكانه فين؟ امسك تريتوري تريتوري اقول واخد قد ايه؟ اكتر من نص الاريا سبلاي باي ذا تريتوري ذات مينز ذات ذا تريتوري از فايبل. يعني لو بيسبلاي 8 4 منهم فايبل يبقى هو فايبل. اوكي؟ انتير انتروسيبتال ايثيكال. ال ال دي ال سي اكس واخد اللاتر. الانفيريور بياخد الار سي اي بياخد الانفيريور ساعات ياخد الانفروسيبتال انفروسيبتال الحته اللي حواليه دي. ها؟ لا لا ما هو ثلاثة بص ثلاثة في في خلي بالك احنا ال 17 بيد ميد ايثيكال بيزر بتاخدهم يعني هو بياخد تسعة. بتبص عليهم كلهم طبعا كل الكاتس فروم ذا ايبكس تو ذا بيز. ها ليه؟ عشان العيان ده عنده سعادتك انفاركشن كبير وهو عايز يدخل عمليه ريجكشن فراكشن بتاعه مثلا 35% فعايز يدخل او انت عايز تعمل له ستنت فعايز تعرف احط على انهي. مش غلط بس انت عايز تدور على ايه هنا؟ هو العيان ده انت عارف ان هو اسكيميك هي از سكيدولد فور كابيج مثلا فخلاص احنا مش عايزين نعرف هو انهي اسكيميك كله 90% بس انا عايز اعرف احط على ايه ولا احط على الثلاثه. البريورتي لو انت تعملي بارشل ريفاسكولاريزيشن يعني لو انت عايز تحط عندك ستنت واحده وعايز تحطها في ارتري واحد وعندك الثلاثه فيهم ليجن هتبدا بايه؟ اقول لك يعني ال ال دي حبيبك شغال حط لي. طب هنا اكس اكس عشان اللاترال. ما سي اكس كويس يعني مش وحش اصل خلي بالك انت هنا ده بديل الار سي ال الطاير. فهماني؟ يعني انت لو عندك ليجنز لازم تحطي على الاو امز لان ال ال سي الار سي اي غالبا هتلاقيه امبيوتيتد من اوله وموت الحته دي كلها وخلاص انت مفيش فايده انك تحطي له عليه اي حاجه. طبعا انا هنا مش بكورليت اناتومي لو انا معايا القسطره بتاعته هقدر لكن انا ساعات مبقاش معايا القسطره. ها دول فيهم اتنين يبقى هي دي الوقعه. ها قول عندنا برفيوجن ديفكت فين؟ ها ها انتيريور وابيكال يبقى ده العيان عنده انترو ابيكال ام اي ويب او ولا ويب فري انفارك فين بارشال ريفرسال؟ هخنقكم هخنقك هخنقك فين؟ ده هنا فله شمعه منوره على راي عمرو اديب وهنا زفت الطين. يعني هنا احسن من هنا. ستريس احسن من ريست يعني موجود في الاستريس ومش موجود في الريست.
يبقى عكس الاسكيميا يبقى without very infarct ischemia. The area of infarction shows ده يعني روعة, ده اوحش حتة فيه هنا في ال 40 ل 50 50% اوحش حتة فيه اللي هي الخضرة اهي دي هنا, فده عنده لسه residual viability. جميل, في حاجة تانية؟ ماله الانفيريور؟ لا ده حلو قوي يا جماعة في الاسترس اهو, الاسترس ما نبصوش فوق, احنا قلقنا منه فوق, تعالوا بصوا تحت اهو باين اهو. يبقى هو ده عنده سنجل فيزل, عنده غالبا اللي دي قوي وعنيف. طبعا انا ليه ما قلتش بس ده فيكس ديفيوجن لا ما هو واخد اهو يا حبيبة قلبي اهو اهو, يمكن اقل من الباقيين بس واخد, مش ده مش ديفكت في الايه؟ عشان اقول اسكيميا يبقى موجود فين ومش موجود فين؟ لا ما قصدي عشان كده اقول فيكس. ايوه ليه فيكس؟ ليه فيكس؟ ما واخد 60% و70% يبقى ليه فيكس؟ مش هو دلوقتي واخد. خلوا بالكم الانفير له ظروف خاصه, له ظروف خاصه, لازم كلنا يعني زي الطفل اللي عنده كده ظروف خاصه, هو ده عنده ظروف خاصه. ايه ظروفه الخاصه؟ ان هو حظه العسر نيمه على الديافرام, فسعادتك والعيانين بتوعنا كلهم بطن ما شاء الله, فانت سعادتك بتقطعي الانفيريور مع ديافرام, انفيريور مع ديافرام. انا هنا ممكن اقول ان هو فيكتيف انفيريور الميري دايفراماتيك انفيريشن, ما انا شايفاه هنا. طيب سؤال سؤال سؤال, هل هذه معلومة ذات قيمة؟ لا أنا مش شايفاها. إيه الأو فيها؟ يعني مفيش أر سي إيه يا حبي, الأر سي إيه ده يا إما جاله إنفاركشن فهو مش هيخبي دقنك هيبان لك من الأول للآخر, يا إما عنده إسكيميا يبقى مش هيبقى موجود في الاسترس هيبقى موجود في الريسك, هو يخبي عنك أي حاجة ليه؟ مش مخبي عنك حاجة, بيقول لك أنا في الاسترس واخد 60% يا رضا قوي بالنسبة عيانين اللي هيشتغلوا معانا, نشوف العيانين بالاوبيزيتي بالكاش, انت بتقطع ديافرام مع انفيريور فلناخد 60% بص ايدك وش وضع. This is ليه يا جماعه الباثولوجيكال ليجنز ما بتخبيش نفسها, انفاركشن ما بيخبيش نفسه, اسكيميا مش هتخبي نفسها, ديافراجماتيك اتنيويشن اند سو وات, there is no feeling خلاص in public and no feeling. مفيش حاجه اسمها تحسن في الاسترس, this is a mistake انا ما اقبلهاش, مفيش حاجه اسكيميك بتتحسن في الاسترس. مش مهم برضه, بقول قد ممكن ما يكونش عندي. تمام, اللي عايزه اقوله ان هو واخد نفس الكالر بتاع الايبكس, فدي انا مش بقول ان هو فين ده الكالر بتاع الايبكس, الايبكس واخده في احسن احوالها اخضر, لقيتي فيها نقطه احمر ده يا حبيبه قلبي ده بصي ده, لا ما تبصيش على ما تبصيش على الريست, بصي مين احسن هنا الانفيريور ولا الايبكس؟ الانفيريور احسن من الايبكس بكتير. اللي عايز يقول ضميره بيوجعه عايز يقول ان ده فيكس, ده ممكن يبقى بيرفيوجن ديفكت ممكن يبقى انفاركشن, يقول بس ما هواش كده ما هواش كده, احنا شفنا الانفاركشنات ما هواش كده. الرول الاولاني ماشي الريست تمام, في افضل الريست ولا الاسترس اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا اللي تحت اللي تحت ده على الانفيريور, احنا بنتكلم على الانفيريور. لا انا بتكلم على الايبكس. ماشي في الاسترس بقى لون الابتيك بقى احسن. مفيش حاجه اسمها الابتيك احسن. امال ايه بقى الابتيك احسن؟ معناها انه احسن في الريست مش في الاسترس. هو ده بقى غريب. ما هو ده اللي احنا قلنا عليه, حاجه اسمها ريفرس ريديستريبيوشن, وده نتيجه ان العيان ده غالبا بيبقى عنده كولاترالز. حاجه معلومه ليس لها اي اهميه, هو انت قفلت لهم ال اي دي فاصحابه من السيركمفلكس ادوله شويه كولاترالز, الار سي اي بي سبلاي ريتروجريد وات ايفر ذا كونديشن از ويتش از مش مهم خالص. بالنسبه بقى للبرسنت, بالنسبه للبرسنت دلوقتي هنا مثلا السكيميا بتاعتي مثلا 60% هنا الاحمر
احواله برسنتج على اوحش احواله. اوحش احوال الديفكت ده واخد كام في المية؟ بس كده حبيبي ونور عين اللي هو الاخضر يعني. يبقى اذا لو احنا محتارين ال اي دي ده ايه، فايبل ولا مش فايبل، اوحش حاجة فيه بصوا عليها ونسبة الوحشة دي قد ايه. لو الحاجة الوحشة دي في كل الاماكن يبقى ده نون فايبل. لو الحاجة اوحش حتة فيه واخد 40% او 50% ابوسه خلاص. اه ابوسه من بقه بنضيف. ها يلا يلا عشان اللي بعدينا جم وهيكرشونا. قولوا عندنا ايه ديفكت ولا مفيش؟ ده عندنا كتير كتير كتير. اه كتير يا مجدي. ها فين الاولاني؟ المهم حبيبي الانتيريور والابيكال صح، والانتروسيبتال كمان عشان ما يزعلش اهو، والابيكس كله اهو. جميل. يبقى عندنا اسكيميا فين؟ حاجه ثانيه الحقير الغلبان المسكين. يبقى however there is another reversible perfusion defect موجود فين؟ يبقى اسكيميا فين؟ طب والال سي اكس نطمن، مش نحب نطمن عليه كده؟ حلو حلو. يبقى ما تخلص ال سي اكس كده براءه. طيب وات اباوت ذا كافيتي؟ يبقى ستريس انديوس ال في دايلاتيشن دينوتنج ذا بريزنس اوف مالتي فازل افكشن. طب افترضوا ان واحد ما اخدش باله من الار سي اي وبص على لقى ال في دايلاتيشن ده، يدور على ال سي اكس ويدور على الار سي اي، يبقى هو لقى اسكيميا في ال اي دي، لازم يطمن على باقي الاطراف خلاص. طيب اللي بعده معلش يا دكتوره منى قول في حاجه. استنى نرجع. وفي حاجه جميله كمان بس انتوا ما خدتوش بالكم منها، بس انا مش هقولها. لا يا ولا قول ايه بقى؟ ها يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب، ما هذا الشنتير؟ مش مهم بس باين ولا مش باين، ده ايبيكال ومد يا سعاده الباشا، والله ما خباش عنك اي حاجه. وبعدين جالك من تحت اهو، يعني عيب، وجالك من فوق هنا يعني قال كلام وحش. طيب ها خلاص الار في دايليتد ان ذا ستريس مور ذان ذا ريست، ده يقول لي فعلا ان في ار سي اي باين. بصوا طيب حلو قوي، يخليني كده ثقة وانا بكتب التقرير. طيب ايه رأيكم في ده؟ عندنا reversible perfusion defect موجود فيه الابيكس، بصوا حتة صغننة قد ايه، وايه كمان والانتروسيبتال. بصوا دي فرقها عن دي والابيكس. ها في الانترولاترال ده انتيريور انتيريور. طيب ده الانترو ايبيكال، يعني انترو ايبيكال. ها دي نوتنج ذا بريزنس اوف اسكيميا. اه ريفرسبل بيرفيوجن ديفكت موجود اسكيميا في ال اي دي. ايه تاني؟ اه يبقى اطمن على بقيه الاطراف. ال ال سي اكس هل هو مصاب؟ لا يا فندم. ال سي اي هل هو مصاب؟ يس. يبقى there is another reversible perfusion defect including the inferior wall denoting the presence of ischemia في ال RCA. مين الاكثر؟ ال LED ischemia ولا ال RCA في العيان ده؟ طبعا طبعا ده من مفيش لون للون، لكن الثاني تغير بس في درجه اللون، كان نبيتي بقى احمر كده، يبقى الاسكيميا اكتر في ال LED. اه بالظبط احنا قلنا الانفيرور كده كان المستوى بتاعه. لا لا اهو ده في اسكيميا في الار سي اي. عشان السايز
ها؟ عشان السايز. اه بس سعادتك بص اللون ده زي ده يا فندم. هو انا اقصد اللون والسايز. والسايز وتخنه فيكنس. ده اللون ده زي اللون ده؟ طيب اللي بعده. ايه اللي يخلينا نقول ان في قاسي ايه ونحنا مطمنين في العيان اللي فات؟ الستريس انديوست اللي فيه دايلاتيشن، تبقى دايما تبص على باقي الاطراف، لقيت ال اي دي اطمن على ال سي اكس والار سي اي بتليفون. يلا اللي بعد. ها ها سهله جدا جدا جدا، ده بتاع ماجستير سنه اولى. بارشل ريفيرسبل ولا ريفيرسبل؟ لا ليرفيس عشان ده كلر كود غير الاساسي. ها نورمال اهو اهو، والراجل رجع اهو نير نورمال. فين بقى مكانه؟ انا غششتك في الانفيريور وول. مي دينوتينج ذا بريزنس اوف اسكينيا في الار سي اي. از ذير اني برفيوجن ديفكت؟ في حاجه ثانيه؟ مفيش حاجه ثانيه. طب ايه الكافيتي؟ دايركت فين؟ نظارتك عايز تتغير. نورمال ال في كافيتي سايز. فين؟ ما انت شايفها زي دي؟ انت شايفها زي دي؟ دي النقطة السوداء، دي مش نقطة سوداء. رمادي مش سوداء. دي زي دي أو أكبر منها. المقارنة ما بين الستريس أند ريست كافيتي سايز. اللي بعده. قولوا بصوا اللي فوق خادعة جدا، الشورت كات خادعة جدا بالظبط، مش باين خالص فوق. انما لما ننزل هنا هنلاقي الانتروسيبتال والابيكال، وننزل هنا هنلاقي الانتيريور والابيكال. هنا مش باين خالص ليه؟ عشان انا ما نزلتش على الابيكس قوي، لازم انزل كمان بالكاتس بتاعتي، لان هنا كل الليجنز ابيكال، انترو ابيكال والانتروسيبتال ناحيه الابيكس. فده انا جايباه عشان تبصوا على كل الكاتس. ما تقولوش ده الدكتورة منى بتخدعنا بالصورة. نو. هنا يا حبيبي حبيبي اني الاحسن؟ ايه؟ اني الاحسن؟ اهو يا حبيب قلبي. ده 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 اه الحته دي بس لو انت ما اخدتش بالك راحت منك، عشان كده لازم تبصوا على بقيه الصور. اتفقنا؟ والكافيتي ايه رايكم؟ دايلاتد بوث ان ستريس اند ريست، بس اكتر كمان في الاستريس عن الريست. يبقى لازم ادور على في عندي ريفيرسيبل بيرفيوجن ديفكت في الانفيريور وول، لان الاستريس كافيتي اكبر من الريست كافيتي. انا بقول عشان لو انا مش بخبيها عليكم، ما انا بقول لكم الاسكيميا بتبين نفسها في كل حته، لكن لو ما اخدتش بالي من اتنين كاتس اللي فوق ابص على الباقي كله. اوكي؟ والا اي ويل ميس. وبعد ما الاقي شويه ستريس انديوسد اللي في دايلاتيشن لازم ادور على بقيه الاطراف. اتفقنا؟ بص تطمني على ال سي اكس وتطمن على الار سي اي. طيب احنا يعني ممكن بقى نجيب اخر تو سلايدز، ده اخر واحد كده في الحاجات المهمه برضو من احنا جبنا زيه. عندنا perfusion defect نوعه reversible perfusion defect فين؟ anterior و anteroceptal و apical. يبقى ده اسكيميا فين؟ طب ايه رأيكم في الكافيتي سايز؟ ستريس. بصوا ده عنده ستريس induced اللي فيه dilatation. طب بص على باقي الاطراف، ده زي الفل ال LCX والار سي اي ما فيهوش حاجه، يبقى ده مين ال اي دي غالبا بروكسيمال ال اي دي. اوكي؟ طيب احنا ممكن نمشي بقى كده سريعا.
نجيب اخر 2 سلايد كده. طيب ده لطيف برضو قوي اللي فات ده، بلاش نجيب الفايابيليتي، نجيب ده. بصوا ده، ها فين perfusion defect في الانفيريور واللاترال، الانفرولاترال صح والانفروسيبتال، ريفيرسيبل بارشال ريفيرسيبل فيكس. هو كله ليجن واحد غالبا، يبقى ده بارشال ريفيرسيبل، هو ساب باقي يبقى بارشال ريفيرسيبل. برفيوجن ديفكت موجود فين؟ انفيرير انفرولاترال انفروسيبتال، يبقى ده معناها انفرولاترال ام ار ويز ولا ويزاوت؟ ويز بيري انفارك اسكيميا ويزن ذا حبيب قلبي. امال اللي طلع دول طلعوا منين؟ الريفرسيبيليتي دي طلعت منين؟ كانتش موجوده في الاستريس وبقت في الريس، يبقى دي بارشال ريفرسيبل، يبقى العيان ده عنده بيري انفارك اسكيميا فين؟ ار سي اي او ال اف اكس بين ده ار سي شكله كده. اوكي طيب ذا ار سي اي او الاريا اوف انفاركشن واخده قد ايه؟ ريفر فيها ريزيديوال فايابيليتي. طب جميل جدا، في عندي انا بقى حاجه كده نازله مور ذان مش اخضر حبيبتي اهو الاخضر، بس شوفي اللاترال، بصي اللاترال، بصي حتى الانفيريور، يعني هنقول 50% مش هنازع يبقى فايبل خلاص. لكن في حاجه تانية، في حاجه تانية بسرعه اللي في كانت اخباره ايه؟ ستريس انديوس اللي في دايت. ادور على حبايبي ال سي اكس. طيب ال 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 اي دي عندها سمول ريفرسبل برفيوجن ديفكت في الانتيريور انتروسيبتال، ده ال اي دي مايلد اسكيميا في ال اي دي، وعندي قد يكون حاجه موجوده برضو في الايه في ال دي. ستريس انديوس ال في دايلاتيشن، تطمنوا على باقي الاطراف. الايه؟ ايه ده ايه ده؟ لا زاد في الاستريس، الريست عن الاستريس، يعني لونه بقى احسن والتخن. بالظبط بالظبط، في وانفرو لا وانفرو سيبتال. ماشي انت بتقول في بيري انفاركت سكين، يعني هذا الليجن هذا الديفكت قل حاجه. طب ليه انا بعرف بيري انفاركت سكين؟ ان انا الاقي حته كانت ديفكت موجود في الاسترس وموجود في الريست، ولما فرق السايز بينهم لقيته في في الريست قل قوي، يعني اتحسن. بقى بارشال ريفرسبل، هذا البارشال ريفرسبل معناها ان كان في انفاركشن هو ده اللي لسه موجود، واللي رجع ده هو ده الاسكيما. يبقى اذا اي رجوع ديفكت كان موجود في الاستريس وتحسن في الريست بقى اسكيميا. اي حاجه كان في انفاركشن او ما فيش انفاركشن، لو في انفاركشن بقى اسمه بيري انفاركت اسكيميا، لو ما فيش انفاركشن بقى اسمه اسكيميا بس. يعني اي بارشال ريفرسبل معاه بيري انفاركشن بالظبط في الحته بتاعت الانفاركشن. ما احنا قايلين في ال اي دي. اوحش حته فيه فين؟ الاخضر صح؟ الاخضر بس بالريست مش ماشي مفيش مشكله. طب ما انت بتعمل الفايبيليتي بالريست. طيب انا هعدي كل ده، ما هو ما انا جبنا فايبيليتي خلاص، هناخد لكم الحالتين دول. ها ايه رايكم؟ عندنا ريفرسيبل عندنا برفيوجن ديفكت ولا لا؟ فين؟ anterior وانتروسيبتال
وابيكال. حلو قوي. denoting the presence of anterior MI with peri infarct ischemia. مش حاجة اسمها with reverse. with peri infarct ischemia within the LAD. the area of infarction shows 55% except the apex. صح؟ يبقى denoting the presence of residual viability. حلو قوي. طيب ايه رأيكم في الكافيتي في الاسترس والريست؟ هو دايليت دايليت. في حاجة تانية؟ طب نطمن على باقي الاطراف. في حاجة هنا انفروسيبتا الخبيثة. صح؟ اهي انفروسيبتال خبيثة اهي. هي انتروسيبتال هنا مالية لكن في انفروسيبتال باينة قوي. يبقى انا غالبا عندي كمان مايلد اسكيميا within the RC. انا دلوقتي اللاترال وول ماله ده متطير منه حتة. ما هو في فعلا الريفرس بيس ده ممكن يبقى انفرولاترال بتاعة ار سي اي او ال سي اكس. احنا الار سي اي وال سي اكس الحتة دي بتلخبطنا. بنقول يا كده يا كده. لا ما تقولش كده. مش ده كله حتة واحدة؟ مش ده انفاركشن على بعضه؟ ما تقولش فيكس. ده بارشال ريفرسبل ولا ايرريفرسبل؟ يبقى تقول بارشال ريفرسبل. معناها ان في انفاركشن وحتة رجع منه اسكيم. خلاص؟ وتبص على الكافيتي لو انت مش شايف حاجة او مش واخد بالك من الحاجات التانية. ما انت مش عايز تبص على الكافيتي، بص على بقية التراتري. بص على ال سي اكس وبص على الار سي اي. لقيت في حتة تانية ريفرسبل تقولها. تطمن بيه السايز اوف ذا ال في كافيتي. يبقى اذا العيان ده عنده ايه؟ anterior MI with peri infarct ischemia residual viability وعنده ischemia في ال ار سي اي او ال ال سي اكس whatever. inferior infarction. عشان سعادتك في حتت ما رجعتش اهي. عشان كده بقى partially reversible. هو ما رجعش. هو بقى normal زي الحاجات اللي احنا شفنا الاسكيميا فيها. هو ده normal؟ مش normal. بقى عشان كده اسمه partially reversible. partially reversible means there is an infarction. طيب اخر سلايد. لا الار سي اي reversible. طيب ده بقى هو ده بقى اللي من يسالونه ويتساءلون. عندنا perfusion defect فين؟ في الانفيريور والابكس. عنيف ده معناها وجود ايه؟ inferior infarction. is it fixed reversible partial فين partial reversible؟ فين فين فين؟ اهو الانفيريور اهو ده الاستريس احسن من الريست يا جدع. فين؟ يا بنتي ده احسن من ده. ده احسن من ده. ده احسن من ده. فيكس الازرق اسوأ من الاخضر. ها؟ فين 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 موجود في الاستريس؟ حتى النقطة دي؟ يعني لا. لا لا خالص. ازاي نقطة كده لو هو اخد ازرق كله ما يبقاش نقط مش منقط. خلاص يبقى ده فيكس بيرفيوجن ديفكت ما اتغيرش. انتوا شايفين في تغيير في الانفيريور والابيكال. يبقى ده انفرو ابيكال ام اي ويذاوت ولا ويذ ويذاوت بير انفارت سكي. ذا ار سي اي واخد قد ايه؟ لا 50 بالظبط. واخد اخضر اهو 50. يبقى عنده preserved viability. حلو قوي. في حاجة تانية؟ شايفين الار في عامل ازاي يا جدعان؟ معناها ان ده جاي الفاب ده قبل الار في. ده very proximal ار سي اي وحش. طيب the cavity left ventricular cavity is dilated in both stress and rest. بصوا الار في عامل ازاي؟ يعني وحش. بس هو في اللي مطمني ان هو في الاستريس احسن من الريست. وده ماشي ان مفيش اسكيميا. مفيش اسكيميا. اوكي؟ لا دي في الابيكال دي ده غالبا الانفروسيبتال لان الانتروسيبتال عندك زي الفل.
اهي الانتروسبتال اهي، كل ما قربت من الايبكس طارت، لان انت الليجن واخد لك الايه الايبكس، ده معناها زي ممكن يبقى ارس ايه لافف على الايبكس. لا ده كله حاجه واحده، لان الانتيرير بص من هنا، بصوا الانتيرير يا اولاد من هنا لهنا الانتيرير كويس. طيب في اسئله؟ ايه ما مفيش بارشل اسكيميا؟ فين البارشل اسكيميا دلوقتي؟ هيك الريس خلاص اخر وتحت الريس اخضر كله واللي فوق ده منقط شويه. يعني انت عايز تقول مايل بري انفاركت اسكيميا؟ رجع اداك اسكيميا ملحوظه، لازم يرجع احمر، يعني مش يرجع احمر، يعني تحس ان هو لون اتغير من درجه لدرجه، يعني كان اخضر بقى اخضر في احمر، مش نقط بقى. مش نقط نقط ده ابتيك كله. طيب ها لا بوستيرول ما عادش بيتقال خالص، ولا بوسترولاترال ولا حاجه، كله بقى انفرولاترال وانفروسيبتال، ما عادش فيه بوستيرور خالص. طيب في اسئله؟ يعني انا غالبا هنزل اصلح لكم السؤال بتاع البرفيوجن، عارفين بقى لو لقيت الكلام الغريب اللي هو ايه ريفرسيبل برفيوجن مع ديفكت ما اعرفش وذ فيكسد زي ما كتبنا كده، تشوف الديفكت فين توصفه بمنتهى الثقه وتقول ده فيكس ريفرسيبل او بارشال ريفرسيبل. بارشال ريفرسيبل يعني سايب ديله لسه في حته. الاسكيميا ميز ما كانش موجود في الاستريس وبقى موجود في الريست، وجود ستريس انديوس دايلاتيشن دور على بقيه الاطراف. عندك ال اي دي ليجن بص على ال سي اكس والار سي اي، عندك ار سي اي بص على ال سي اكس وال اي دي، بصوا في جميع الروز. انا جبت لكم حاجات خادعه لو ما خدتش بالي منها هقول ايه ده جايين بيضحكوا عليا. صوره الدايلاتيد كارديوميوباثي الاقي دايلاتيد كارديوميوباثي كده اهو ومفيش اي برفيوجن ديفكت يفسر هذا الدايلاتيشن. كل اللي احنا الصور احنا شفناها شايفين ما يفسر سواء انفيريور سواء انتيريور سواء سيبتال يفسر. لو مفيش حاجه تفسر غير حته انفيريور صغننه كده عبيطه This is dilated non ischemic cardiomyopathy. صح؟ حط لكم حاله صعبه في الامتحان نشوف تدريس نافع ولا ما نفعش. دلوقتي انتوا بقيتوا اساتذه. اي سؤال؟ يلا صباحكم زي الفل ان شاء الله. اهو هذا الذيل. حبيب قلبي هخنقك، انا هخنقك في يوم من الايام. الار في وجوده معناها ان ده ار سي اي ليجن غالبا. طيب وجوده لو واضح قوي في الاستريس